اهلا وسهلا من جديد بمشاهدينا. اذا نهايه مباراه الكاس بين الافريقي والنجم الساحلي بتاهل الفريق بجديد للدور القادم بعد الفوز على فريق جوهرة الساحل بهدف مقابل صفر، الهدف السجل في الحصه الاضافيه الاولى. اكيد مباراه كانت مثيره وفي نهايه الامر الحظ ابتسم للنادي الافريقي. سيف، كيف شفت الحصتين الاضافيتين وشين العوامل اللي خلت النادي الافريقي يتاهل على حساب النجم الساحلي؟ شوف، النجم الرياضي الساحلي تغير منذ نهايه الشوط الاول. يعني النجم الرياضي الساحلي ما شفناش كالضغط القدام، ما شفناش يعني الهجومات نتاع النجم الرياضي الساحلي نتاع الشوط الاول، وزاد تراجع حتى في الحصص الاضافيه. حسب رايي اللي عمل الديفيرونس في المقابله هذه فما ثلاث عوامل، فما الورقه الحمراء نتاع زويد الذوادي، وفما تغييرات نتاع المدربين الزوز، تغييرات عادل السليمي منهم لاعب هو اللي عمل الاسيست واللاعب الثاني هو سجل هدف. في النجم الرياضي الساحلي شفنا الضوء كيدخل حاول، لكن كان تنقصوا شوي كل الفيفاسيتي وتنقصوا كل الجرأة وكل شوي الاكسبيريونس، بينما بونغونغا والملاعبين اللي دخلوا ما عطاوش اضافه كبيره للنجم الرياضي الساحلي. نجم ممكن عتاب صغير كونه عبيد مثلا والا الصدام كانوا لعبوا نهارين ولا ثلاثه التالي مع المنتخب الاولمبي، كان ينجم في الحصه الاضافيه يقوم بالتغيير نتاعهم. كان عندك ملاعبيه كما ويو كان موجود على باك الاحتياط، ولا فرج القهرماني كانوا بالتكنيك اللي عندهم كان ينجم يعطيوا الاضافه للنجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي الحقيقه كان اكثر اجريسيف في الحصه الاضافيه مع ضد النجم الرياضي الساحلي، والخطا الوحيد اللي قامت به شارنير سونترال نتاع ليتوال سواء على الجهه اليمين ولا لدوز اكسيو كلف هدف. والنجم الرياضي الساحلي اليوم حسب راي الملاعبيه اللي موجودين قدموا اداء محترم، ما عندهمش علاش يخرجوا، خسروا ضد النادي الافريقي، مازال مشوار البطوله مهم زاد للنجم الرياضي الساحلي. اليوم فما صدام عاد مقابله محترمه، عبيد زاد فريمون مقابله محترمه زاد كيف معتز صدام اللي عمل نجم نقولوا ميتون يعني مقابله محترمه. من بعد في الحصه الاضافيه شفناه فيزيكمون تعب شويه، تغيير زاد تاع بوتمان ما فهمتوش، كان ينجم يكون بوتمان كراس حربه ويخرج راقي والنجم يدخل الضاوي. على كل هي اختيارات. اليوم النجم الرياضي الساحلي خسر مقابله نتاع كاس، يلزموا الفريق طويل التفت للبطوله اللي هي مهمه في تاريخ النادي. طيب نمشي الأنيس، كنت كهنت والافريقي بيسجل في الحصص الاضافيه واعتقد التكهنات كانت في محل وللي عبيد عاد، لان ما قلتش هدف لصفر، قلت حمدي العبيدي بيسجل هدف لصفر. كنت نتوقع النتيجه ذي، قراءتي كانت صحيحه. شو علاش على اي اساس بنيت القراءه هذه؟ اول حاجه التسجيل ونفس اللاعب اللي هو سجل للحضور الذهني للاعب. اذا كان حاضر عزيز الجباري مباشره من ملعب رادس ملعب المرحوم حمد العقربي، اكيد لك الكلمه عزيز. تحية ليك عادل وكل كباتن حاضرين معك في البلاتو. معايا صاحب هدف ترشح حمدي العبيدي. حمدي كنت ديسيزيف، دخلت دوزيام ميتون وكنت ديسيزيف وماركيت بونتو الكاليفيكاسيون. أول حاجة الكل التوفيق من عند ربي سبحانه، الحمد لله يا ربي فيكتوار ترجع الروح فينا وترجع الروح في الجمهور وتخلينا نكملوا الباركور في أريحية. نجم تكون تقول الميتون الأول ما كناش حاضرين، ما كناش كما نقولوا ما خديناش اللعبه من الاول. الحمد لله دوزيام ميتون دخلنا بروح اخرى، دخلنا باريحيه اخرى، دخلت عاونت اصحابي عملت اللي عليا، جاني سونتراج مكيل مع نداد مقرب، الحمد لله يا ربي حطيتها في الكاج، فرحت اصحابي فرحت الجمهور، الحمد لله عطيت لي اضافه وان شاء الله ديما كاكا. كنتوا بصناعه ابناء النادي الافريقي، شبان النادي الافريقي، ريت فرحه هستيريه، شنو حسيت في البونتو هذاك والصيحه هذيك؟ اخي ما نجمش نوصفها، راني الفرحه تجي في لحظتها. خيرك تفرح في جمهور، تفرح في جمهور النادي الافريقي، تفرح في الجيش. الحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما موفقين. مشكور. عادل يلتحق بيا يوسف سنانه مهاجم النادي الافريقي. يوسف من بعد ديبار وانتام صعيبه شويه لقيتوا من بعد لي روبير، لقيتوا البروفوندور، الماتش ما كانش ساهل، اظهر لي. صحيح الماتش ما كانش ساهل، بالعكس كان صعيب علينا من الاول.
لونتام تاع ماتش كان صعيبه، دخلنا رولاشي شويه، الحمد لله فيكتوار ميريتي، نسحقوا الربح، اعطينا الماكسيموم. ناس ميته، ناس تلعب تعبه على الاخر، وناس ناس فرحانه اللي وحنا حبينا نفرحوا الجمهور هذايا، والحمد لله معناها فيكتوار هذايا نسحقوها، وان شاء الله تزيد تعاوننا القدام ان شاء الله. حكيت لي على ليفور فيزيك اللي عملتو، جبدتو من العظام مظهر اللي فما ديجا في الاخر فما ديكادونس فيزيك وتحتو شويه فيزيكمون. صحيح ديجا نحنا فما وحدين لعبنا زاد في ليكيب ناسيونال، مازلنا كلعبنا الحمد لله، كنا جبدنا من دمنا على خاطر الجمعيه هذيا، جمعيه كبيره تسحق كل شيء، تسحق نقطه روحنا عليها، والحمد لله يا ربي الفيكتوار هذيا نهدا للجمهور الكل واللي يحبوا اللي بالكل في العالم الكل. مشكور يوسف. إذا عادل ليك الخط في انتظار التحاق المدرب عادل السليمي وبعض المشرفين من نجم الرياضي الساحلي، إليك الخط عادل. شكرا عزيز، نرجع للاستوديو طبعا وأنيس بخصوص الأداء والمردود وخاصة التسجيل للنادي الإفريقي في الحصة الإضافية الأولى. نقول النادي الإفريقي كان أفضل عادل على جميع المستويات، النادي الإفريقي في تزاميتون ورا برشا أونفي ورا برشا جرينتا ربح الكرات الثانية، كان الأفضل على جميع المستويات. نقول انه النادي الافريقي وين تفوق في الفيفاسيتي، يعني في سو لو بلان فيزيك كانت عنده الفريشور فيزيك، عنده الرغبه حتى في التكهن نتاعي بنيته على حمدي العبيدي، لانه ريت وقت اللي تحو زوز فرق ثم فريشور فيزيك لعبت دور كبير، سيرتو قرب والطاوس وحمدي العبيدي تروا شونجمون اللي غيروا حقيقه من وجه النادي الافريقي. بون نقول النادي الافريقي اليوم زاد ثم الولاي توفيق الشريفي اللي كان في الدفاع عمل مباراه كبيره، النادي الافريقي اليوم صغاره تفوقوا على صغار النجم الساحلي، ذولي في الكلاسيكو نتاع البطوله الناس كل كانت مقتنعه انه النجم الساحلي عنده نوع من الشبان وكان الافضل في المباراه هذيك، لكن في مباراه اليوم عادل السليمي تفوق على جميع المستويات خاصه في الشوط الثاني، عرف كيفاش يجري المباراه نتاعو، ومباراه كاس ما تلعبش عادل ما تلعبش تربح الجزاح يظل ما عرفش تعمل مع المباراه، وانا قلتها برشا عديد المرات يقولوا تحامل كبير على المدرب هذا، ليه؟ النجم الساحلي لازم عنده مدرب كبير، لازم عنده مدرب يقرا اللعب، عنده مدرب ثم دي كوتشينغ يصيروا ثم قراءه لعب، راهو الفريق الكبير يتبنى على مدرب كبير، ثم مدرب يغير من 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 وجه فريق، اليوم ما راش انه النجم الساحلي ينجم يمشي لبعيد. لكن انا في عزيز جبالي مره اخرى نسمحك انيس مباشره الى ملعب رادس. عادل تفضل. تحية ليك عادل مرة أخرى، يلتحق بي عادل سليمي مدرب النادي الإفريقي. كوتش، مباراة مرة أخرى بسيناريو إتشكوكي في دقائق الأخرى كالعادة، كيفاش توصف المقابلة هذه؟ الحمد لله على الانتصار، كانت مباراة تليق بالفريقين، مباراة كاس فيها تشويق فيها حماس، شفنا النجم الرياضي الساحلي خذا الشوط أول كامل، كان عندنا مشكلة على مستوى تمركز في وسط الميدان خاصة، حاولنا عدنا الاشكال هذا بين الشوطين، والحمد لله الشوط الثاني خذينا اكثر لعب، في الشوط الاول تعبنا برشا على مستوى تكتيكي خاص، لكن في الشوط الثاني عدنا الامور والحمد لله، اصبحت المباراه اكثر توازن، خذينا اكثر ثقه في انفسنا، خلقنا بعض الفرص، وهذا هي مباراه الكاس، انك وقت تمشي المباراه الواحده الحصص اضافيه، الفريق اللي مش يسجل الاول هو الاقرب للانتصار، الحمد لله اصرار مره اخرى، الاولاد امنوا انهم ينجموا يسجلوا حتى في الاشواط الاضافيه، وفقنا ربي مره اخرى الحمد لله، الجمهور كان في مستوى كما العاده، والانتصارات باهيه في الوقت هذا، خاطر نحن محتاجين الانتصارات باش نحاولوا انه نقدموا، صحيح يعني مش قادرين نقدموا في مستوى كبير، لكن الامور تتطور ان شاء الله ومحتاجين اكثر وقت، لكن الانتصارات ديما خير في الانتصارات. كوتش، تقريبا ولات فما تيمبو منذ قدوم عادل السليمي، ماتش المستير في ال 94، ماتش بنقردان في اخر الوقت، اليوم كيف بعد 90 دقيقه فما راج دو فانكر وفما بيرسوناليتي قاعده ترجع. تمن بنفسك، تمن بامكانياتك بامكانيات فريق، خصوصا لما تكون عندك جمهور ديما يدز معاك لاخر لحظه، رغم الاداء الاقل من المتوسط في الشوط الاول، لكن الجمهور قاعد يشجع فينا والحمد لله، معناها مستوانا ارتفع في الشوط الثاني، قعدنا في حتى في الشوط الاول الاضافي الاول زاد مشينا لقدام، ما خفناش، حاولنا ننهي المباراه قبل ضربه الترجيح، والحمد لله يعني وفقنا ربي، هذا تعطينا دعم اكثر، تعطينا ثقه في الملعبيه، نقولوا راهو اللي يحب الانتصار ويشبت بالانتصار، خصوصا لما تلعب في نادي مثل النادي الافريقي اكيد انه في الاخير تتوفق، الحمد لله احنا المباراه هذه قاعد ربي يوفق فينا، وان شاء الله نواصلوا
بالانتصارات نصلحوا في اجواء خير برشا من الهزائم ان شاء الله لاجيبها بيت. نرجعوا اون بيتيت اناليز للماتش، عملتوا انتام خايبه شويه، فما لونتور فما لونتور كذا، دوزيام ايتون لقيتوا لي روبير من بعد التغييرات. بعد التغييرات اكيد ان احنا فريق اللي يجي يدخل يعطي اضافه، الحمد لله يعطينا اكثر سرعه ولا اكثر وصول للمناطق النجم الرياضي الساحلي. في الشوط الاول ثقل المباراه وبريسيون برشا برشا ضغط على الملاعبيه، شفنا حتى الاخطاء ولا اللي قمنا بها بانفسنا، ما حطناش النجم الرياضي الساحلي في مشاكل كبيره على مستوى صناعه الفرص. صحيح انه سيطر اكثر، صحيح انه في وسط الميدان كان اكثر حضور، لكن على مستوى خلق الفرص ما كانش فما حاجه كبيره. في الشوط الثاني صلحنا برشا حاجات والحمد لله تحسن مستوانا، خلقنا فرص، القائم كان موجود في الـ في الـ في, الـ في الكرات الثابته، وفي الاخير الملاعبيه اللي مره اخرى اللي دخلوا اعطوا اضافه كبيره، اعطوا وقت الروح، اعطوا سرعه اكثر، اضافه للملاعبيه اللي لعبوا من الاول. بيسير ريت برشا كونسيني وتوجيهات للملاعبيه الشبان اللي دخلوا اليوم، اللي صنعوا الفارق هما الملاعبيه الشبان. ريت بامال دو فوا على الحافه نتاع الميدان تعيط الحمدي، تعيط الادم، شنو كانت لي كونسيني بالضبط وكيفاش تعاملوا مع المقابله؟ والله لازم يتعلموا يلعبوا الكره وكهو كيما يعرفوها، يتعلموا يلعبوا الكره، مش كل شيء جري، مش كل شيء ابيل، نجيو نلعبوا الكره بالامكانيات اللي عندنا، نجموا انه نمسك الكره اكثر، خصوصا لما نكونوا فايزين 1-0، معناها مش مضطرين انه كل الكره لوحوها، نلعبوا كرة نبعدوا على مناطقنا ونخلي النجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان. وهذا اللاعبين شبان اكيد بيشغلتوا عادي، عندهم الامكانيه ان يغلطوا، لكن في النادي الافريقي ما عندهمش برشا وقت، لازم في سافيسا يكونوا في مستوى النادي. كوتش قبل المقابله قلت لك النادي الافريقي ابار الاتحاد المنستيري الرباعي التقليدي بقى عنده مشكله، ما يربحش الكبار اونتر بارونتيز. اليوم اول انتصار يكون تحت القياده الفنيه نتاعك انت، شنو هي توصيفك وتعليقك للحكايه هذه؟ فرحانين انه كنوا نجموا يكونوا في مستوى في مباراه كبيره كما هذه، انك تلعب مباراه كبيره ضد الاتحاد المنستيري ثم النجم الساحلي، اكيد مش من فراغ، انك عندك امكانيات وتنجم تقارع الفرق الكبيره كله، واحنا معنا بالفرق الكبيره من اكبر الفريق في البلاد. اكيد انه واحد صحيح انه نمر بفترات صعبه في بعض المرات، نمر بفتره فراغ، لكن في الاخير تبقى نادي الافريقي. مع احترامي بطبيعه الحال لكل الانديه في تونس. مشكور. عايش. اذا عادل كنت استمع المدرب النادي الافريقي اللي يتحدث على انتصار وترشح النادي الافريقي، اليك الصوت والصوره في انتظار اتلالات اخرى. شكرا عزيز. نرجع نيس، طبعا نسمع التعليق عادل سليمي وقراءة الفنيه بسرعه تكمل انت، وانا اكيد نعطي فرصه لواجدي. ولا عادل سليمي واقعي يعرف الامكانيات نتاعو، ماهوش طالب برشا من لاعبيته، طالب بالروح، طالب بالجرينتا، وبالجرينتا والروح واللونفيت نجم تبني فريق. اليوم النادي الافريقي فنيا سيفري ما عندوش ديزاتو كبار على المستوى الهجومي، لكن قاعد يلعب بالبلوك كيب، قاعد يستغل في الملعبيه سورتو سور لو بلان فيفاسيتي اللي هي يعني كما نقولوا احنا الرابيديتي. العمر عنده دور كبير، سنانا نشوف الديكلاراسيون نتاعو تذكرني بصغري، نشوف الديكلاراسيون تاع حمدي العبيدي. ما اكثر انه ملعبيه في النادي الافريقي، الحاجه الباهي انه محبين النادي الافريقي، يعني تحس اللي عندهم علاقه كبيره برشا بالنادي هذا. نتصور انه النادي الافريقي في مباراه هذه نجم يبني عليها، اكيد مازال ما وصلش للبيك نتاعو النادي الافريقي، فريق قاعد يتطور بشوي. لكن عندي نقطة مهمة برشا في عامل مئوي يظل خيبة أمل كبيرة لجميع النجم الساحلي على جميع المستويات. ممكن في بعض الأحيان نسمع برشا حاجات إيجابية وبرشا حاجات تتغطى، لكن النجم يعيش في أصعب عام على جميع المستويات. مازالت مئوية يا نيسا، النجم الساحلي مازالت مئوية. 2025 2025 بون مشينا للمئويه، لكن اما على الابواب نقولوا عادل حبينا فريق كيما النجم يتطور، الاداء يتطور على جميع المستويات، لانه الشرم نتاع البطوله في قوه النجم، في اداء النجم. النجم بعيد كل البعد على المنافسات كسواء الافريقيه كسواء في البطوله. اليوم خروجه من الكاس زاد كيف، لكن ما نجمش نقولوا ولاد صغار، ولاد صغار اليوم يجيبوا تراح ولغه ولاد صغار ما عادش تنفع في الكوره. الملاعبي اذا حط ساقيه في التيران واذا دخل بالنسبه لي لازم يكونفيرمي. اليوم انا سعيد جدا باداء حمدي العبيدي، الملاعب هذايا الرافي سيمي تويتي جديد في النادي الافريقي، الملاعب عنده برشا غيره برشا روح، يتطور الاداء نتاعو، نتصور باش يكون من المهاجمين وباش يعطي اضافه كبيره لهجوم النادي الافريقي. واضح وجدي، قراءه فنيه طبعا. شو الشيء اللي عمل كمل سؤالي وجدي، شو الشيء اللي عمل الفارق في هذه المباراه؟ اظن وانه عادل السليمي كان عنده دور بصراحه، لانه كان حط التغييرات. قراءه جيده تقول انت المقابله، تغييرات صحيحه، غير اللاعبين اللي يلعبوا القدام كل
أنا ثلاثة مهاجمين وزوز لاعبين الوسط، خرج لاري العزوني شهاب العبيدي لاعبين الوسط، احتفظ بأحمد خليل يفهمني، خرج الشماخي يوسف سنانة والذوادي، وعطاه يعني أكثر يعني حركية للواحد للخط الهجوم. شفنا بوكو دو موبيليتي نتاع آدم قرب والعبيدي وآدم الطاوس، ياسين دريدي دخل شوية متأخر، خليل القصاب تحرك زاد على عكس العادة، ويعني كان يعني فعل أكثر. أظن أنه حاجة مهمة، أنا ديكلاراسيون أنت قلت صغار الأفريقي تفوق على صغار نجم الساحلي، أنا أقول لك صغار نادي أفريقي تفوق على بعض الانتدابات اللاعبين المنتدبين اللي مش قاعدين يأديوا ومش قاعدين يقدموا في الإضافة، البعض اللي مش قاعدين يقدموا في الإضافة في النادي الأفريقي. وممكن الاعتناء باللاعبين هذما، لاعبين في قيمة آدم قرب، لاعبين في قيمة حمدي العبيدي ولا توفيق الشريفي اللاعب الجزائري اللي يلعب في محور الدفاع اللي ممتاز، إن شاء الله كي يرجعوا اللاعبين الغايبين ما نغيروهش اللعبة ذي. ثم عديد اللاعبين أنا قلت راهو ينجم عبد السليمي يبني عليهم الفريق نتاع المستقبل. على كل حال عندي مدة ما ريتش النادي الأفريقي ينتصر على واحد من الأندية الكبيرة، عندي مده ما ريتش النادي الافريقي ينتصر على واحد من الانديه الكبرى، من الثلاثه الكبار اللي متعودين نسميهم مع الاربعه الكبار مع النادي الافريقي. اليوم تحلت العقده، ممكن انتصر على النجم الساحلي، حاجه مهمه بالنسبه لبقيه السباق. واظن انه حاجه باهي العادل السليمي قاعد ماشي في الانتصارات ودخل في الديناميك نتاع الربح. على كل حال مبروك للنادي الافريقي وحظ اوفر ان شاء الله للنجم الساحلي. طبعا وسيم، مقابلة أوفت بعودها على مستوى الإثارة على مستوى التشويق، أكيد باش يكون فما رابح. قلنا مباراة كأس لا تقبل القسم على اثنين، ما فيهاش تعادل، الحظ ابتسم للنادي الأفريقي، لكن النجم الساحلي ربما ما استغلش الفترات القوية اللي كان فيها في بداية المباراة، واللي كان النجم يحسم المقابلة وعلى الأقل يفتتح النتيجة. بالضبط، أول حاجة ساعة نبارك للنادي الأفريقي ترشح للدور الثمن النهائي، ترشح مستحق كيف نشوفه على المباراة كاملة، عرف يتعامل مع المباراة رغم أنه ضيع شوط أول. بالنسبة لي للنجم الرياضي الساحلي أهدى ترشح للنادي الأفريقي، ونوافق لخيان على تغيير معناتها على التعامل مع المباراة نتاع ممكن المدرب سواء في التغييرات تاعه أو لو ركول اون اريير. اليوم النجم الرياضي الساحلي راهو وإلا النادي الأفريقي اللي عندهم شباب وكل ما هم هذوما زوز فرق، ما ثماش نكون ونبنيو في فريق، راهو اليوم راهو أنت الجمهور يستنى في ألقاب، يستنى في تتويجات. اليوم النجم الساحلي يمكن تو هذه الهزيمة الثانية على التوالي، ممكن في أخطاء قاعدة تتعود في زوز مباريات الأخيرة كسوف مباراة البطولة أو المباراة هذية، ما نعرفش بعد الشوط الأول هذية اللي شفناه علاش الفريق معناها يتراجع، هل هذا خوف؟ اسكو هنا شخصية المدرب هي اللي تأثر وتسرفلت على لي جوار، وهنا شخصية يمكن عادل السليمي عطات لو بلوس كيما حكى خونا وجدي على التغييرات الكل اللي بدخول الملاعبيه نتاع لوفونسيف الكل نتاع النادي الافريقي، حسينا بوكو بلوس دو فريشور بالنسبه للنادي الافريقي، وحسينا قلنا النجم الرياضي الساحلي تقول عليه معناها ولا تعب ولا ما عادش ينا با تروفي لي روبير وقاعد يغارد ان بلوك 4 5 1 اون اتوندون تروفي كيلكوز اكسيون معناتها دو كونتر ولا حاجه. لكن هذا معناها ممكن هنا اسكو النجم قاعد يعاني بدنيا ولا لاحظنا بوكو دو بريسيبيتاسيون، برشا انيرفمون وخاصه في اخر معناها في لي برولونغاسيون هنا، وين عامل الخبره وين الملاعب اللي يركح الجروب وين الملاعب اللي يهز الجروب فيغ لافون. جو بونس كو ارهاق كبير كان على لي دو زيكيب، لكن النادي الافريقي عرف كيفاش يربح، عرف كيفاش يستحفظ على النتيجه نتاعو. كيف نرجعوا للقطه الهدف، راهي نقطه مهمه جدا، معناتها صحيح حكينا عليها كيفاش جات الهدف، لكن انا ممكن باش نحكي على النجم الساحلي كيفاش تعامل الدفاع نتاعو مع الهدف، لانه الامتياز اكيد الغلطه الاولى نتاع لاريير دروا مقن معناها ما طلعش بور ايفيتي لو سونتر على ادم قرب، لكن بالنسبه لي لاكس ديفونسيف اللي فيه بوزره وبن عزيزه ومتالي من جاي العوافي ما ثماش الخطر، ديما نقولوها احنا بوا سيف معنا دي ديفونسور نعرفوا الخطر راهو مش الكره، الخطر هو الملاعبي. دونك انت قاعد تتفرج على الكره تي اتيري بار لو بالون اي تي اوبليي لو جوور اي لو جوور سي لو دونجي. دونك لو جوور افيك سا فيفاسيتي معناتها حمدي العبيدي شق عليهم ديفون لاكس وقصوا خذا الكره معناتها افيك ان بوت معناها
مانيفيك بالنسبه لي سورتو الكاليتي دو سونتر هنا دونك سي تري امبورطون. ممكن نقولوا علاش صارت لاكسيون هذه رغم اللي راهو بوزره مدافع ممتاز معناته قدم ممكن غلطه ثانيه زاد صارت غلطه اخرى قبل عند معناها في مباراه في المقابله في المقابله تاع الفريق في مباراه اليوم قدم مباراه ممتازه لكن الغلطه هذه ممكن كيفاش نفسروها انا بالنسبه لي سي لو مونك دو لوسيديتي دو لا بار دي جوور هذيك الكونسونطراسيون هذيك وقت تبدا كيما نقولوا احنا ما تكونش حاضر بدنيا راهو المخ ما عادش يجاوب والفيزيكمون الكاليتي دو سونتراج هي اللي اليميني ديفونس كامل كي تشوف الكاليتي معناتها كيفاش حتى ما بين الحارس وما بين الدفاع انا معك لكن انت كديفونسور تو تي اتيري بار لو بالون اور لو دونجي سي لو جوور انت كان قعدت تشوف اغزر اه يعاودوا فيها شوف قاعد يغزر وين يغزر نايفتي مونك دو لوسيديتي معناها لاكسيا لو كان جا كونسونتري سور سون جوور impossible معناها حتى par position du mot du corps معناها le body shape يقولوها بالانجليزي معناها je vais orienter le corps نتاعي il va plus prendre ma machine je m'écho le corps l'axial شفت كيفاش قص عليه هذا بالضبط l'agressivité نتاع l'attaquant qui va s'est plongé vraiment معناها ثم صنع الحق حتى احنا نحكيوا اتر اغريسيف شوف سونتراج شوف 24 وسيم تعرف معناتها واحد ريال لاتيرال باش يحط كره حتى ما بين الجارديان وما بين ديفونسارات مع الوليد ما انت ما شاء الله عليه العبيدي بالاكسيليراسيون شم راهو قوه لاتاكون اما الكاليتي دو سونتراج حتى كان هو عارف اللي حمدي العبيدي جاي في البلاصه هذيك ما ينجمش يغلط عليه على خاطرش علاش خاطر احنا ديما نحكيوا اغريسيف في لي ديويل مي حتى اغريسيف قدام الكاج إذا كنت تشق قدام الديفونسور إذا كنت تاخذ عليه يعني الديويل وهذاك اللي صار فريمون معناها الكوتات كانت مزيانه برشا والكاليتي دو سونتاج كيما قال عزيز بلوك بلوك عزيز ما خذاش لانفورماسيون لا جسمه مش بن عزيزه بوزره الفانتكات ما خذاش لانفورماسيون يزمك تعرف اللي عينيك على الكره ويزمك تدوا كونترولي لاتاكون لورينتاسيون تاع بنو ما كانتش بالضبط قبل الكره ماهوش ما عنده حتى اونجل محلول باش يشوف هنا نزيد نقطه فنيه مش نوافق انيس في نقطه كيف قال لك على الكاليتي دو سونتر وين تجي في البريمير بوتو اليوم اخطر كره ريتها هنا وين تاخذ كره سي البريمير بوتو اخطر كره في الفوتبول اليوم مودير الكره اللي تجي قدام سي متر دوفون لو غارديان لا ينجم ينجم لو ديفونسور يحطها في الكاج نتاعو وينجم ان اتاكون كي بيكون هنا رابيد يقص على البريمير بوتو كيما عمل هنا ويماركيها سي تان بوت ريفيرونس بالنسبه لي معناتها بور معناها لي جوور اذا كان تحب تتعدى وتماركي في البريمير بوتو على ذاك ثم مدربين عندهم ريغور تكتيك يقول لك ممنوع تخلي الادفيرساري يعمل سونتراج في الوضعيه هذه ممنوع اذا عمل سونتراج كان عمل سونتراج بدال اختر وتولي مشكله يعني دونك مي لا سكسيسيون دي فوت شنو نعملوا اوكي تعدى السونتراج شنو نعملوا سي لاكسيون لا دوزيام اكسيون لا دوزيام اكسيون هي نتاع لي زاكسيون وحتى هنا ممكن قلتوا حاجه باهيه معناتها لو بيفو اللي غادي سوا جاك مبي ولا اسامه عبيد ولا زدام كان ينجم يقرب شويه للاكس والا يكلم معهم يحكي معهم واضح نمشيو عادل طبعا والاداء التحكيمي في هذه المباراه شوف احسن حاجه اليوم عادل هي البلاسمون تاع لي كاميرا والصوره الواضحه يعني كي نلقى انا صوره واضحه وبلاسمون تاع لي كاميرا في المكان باش تحكي على تحكم على اللقطات الكل تحكم على اللقطات الكل يعني ما تخليش حتى حتى فجوه للفار انه يغلط شوف خليني نخو انا لقطات بارورده الكرونولوجيك شوف الدقيقه 25 جات لقطه نتاع مطالبه بضربه جزاء وكانت معها افيرتيسمون للذوادي بعد هي عدل جات مخالفه زاده مره اخرى للذوادي في الدقيقه 82 وكان عليه الحكم انه يعطيه الورقه الصفراء الثانيه بعد هي زاده عادل في ال 93 مينوت معز الزدام كان ينجم زاده عنده لقطه معتز الزدام كان لقطه فمن التدخل نتاعو يسحق انذار وهو عنده انذار كان ينجم ياخذ الانذار الثاني اوزك كيفاش اجمالا يعني الحكم فلت ورقه حمراء منا ورقه حمراء منا نجيو للقطه اللي اخترناها احنا في ال 112 مينوت نشوفوا كيفاش اللاعب ياسين العمري وتشوف اللقطه باليد اليمين نتاعو كيفاش فمني تم معناها الاعتداء هي حب كوفري لكن اليد كانت ماهيش طبيعيه ومشات في وجه اللاعب نتاع النادي الافريقي اغزر لها وسا اونتريني اون بليسور معناها للملاعب هذاك وكان على الحكم مش على الحكم حكم على خاطر كانت في ظهره
في معنا الملاعبيه في بظهرهم هاي نشوفوها واضحه لهنا كيفاش اليد مش طبيعيه يضرب الملاعبي في وجهه. إيه سعد ما تشوفش الماش ماش فولونتيري اون كورس اون بلوس ما عندكش ما عندكش جوست حاجه وقت اللي تخلوا ساندويتش ما بين زوج ملاعبيه فهمت اليد مش طبيعيه ايه هو برس طرف الهواء واليد مش طبيعيه مش هكاك نجري مش هكا نعطي بيدي في وجه الملاعبي في وجه الملاعبي هوني كان على الفار انه يتدخل ويرجع شوف شوف اليد فوالا شوف يا كريم ما نعرفش احنا ما عندناش الامكانيه انه نعطيها لك معناها مش ايماج بار ايماج اما برالونتي وتشوفها كانت اليد غير طبيعيه وكان ثم اعتداء وكان على الحكم هوني بالانترفونسيون نتاع الفار كان لاعب ياسين العمري ياخذ اللي بدل السيكيشن بيان سور دقيقه نتاع الاخرى اوكي شوف عاد احنا حكينا على الحكم في الاوراق كنت نتمنى بالنسبه للحكم انه يطمح باش يكون في المراتب المتقدمه برشا وانه يدخل للقائمه الدوليه يكون شجاع وما يخممش في اعطاء الورقه لكل لاعب يستاهلها مهما كان اسمه ومهما كان اللون نتاع النادي نتاعو معناها تكون الصرامه دول ودو بغير احساب عنده افيرتيسمون عمل لقطه يستاهل فيها ورقه يخو معناها ما 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 بالنسبه لينا في اللقطه هذه نسيت الماتش الكل قعدت معناها في بين عينيا هي اللقطتين نتاع انه الحكم ما نقولش خاف لكن رخ في لا كلمه كبيره رخ في اخذ القرار في الاخر عادل نحب خلاصه الكلام اي خلاصه الكلام ليه معناها هو اجمالا تحكيم اجمالا ماهوش خايب لكن ما اثرش على نتيجه المباراه لكن اللي نتمناه من الحكم انه يكون شجاع اكثر دورين افون وانه كما قلت لك عادل انا مشكلتي انه الحكم يخاف والا يقعد ايزيتون في لقطات كيما هكا وفي الاخر بكل مسالش عاد نحب معناها نشكر زاد رياض الحرزي مراقب المباراه هذه على التعاون نتاعو في اثناء المباراه من غير ما نقولوا شنو واضح نذكروا اذا بالنتائج الى طبعا باعتبار مباريات اليوم اذا نادي بنزرتي يتأهل على حساب الملعب التونسي 3-0 مستقبل مرسى على حساب اتحاد قرطاج 4-0 هلال الشاب على حساب الأولمبي الباجي 2-0 ترجي الكريب على حساب مستقبل قصرين 2-1 اتحاد تطاوين يتأهل على حساب مكارم المهدية 3-0 أما الحمام سوسة مستقبل رجيش المباراة انتهت على نتيجة التعادل في وقت القانوني وأيضا في الوقت الإضافي 3-2 بركلات الترجيح ماجد العباسي للمساكن توقفت على نتيجة 2-1 المباراة توقفت تكلسة الرياضية نجم الفحص 3-3 ثم 4-3 بضربات الجزاء مستقبل سليمان ينهزم أمام طريق جرجيس والتأهل لجرجيس 2-1 أما الحفوز على نهضة سيدي علوان 3-0 النادي المجازي ينهزم أمام الاتحاد المنسير وتأهل المنسير 3-1 نجم متلوي ينهزم أمام النادي الصفاقسي والتأهل لفريق عاصمة الجنوب طبعا بعد ما فاز 3-0 المستقبل الرياضي بالسبيخة ينقاد إلى الهزيمة وينسحب وبالتالي تأهل الاتحاد بنقردان بعد ما فاز 3-0 وترجي الرياضي التونسي يفوز على الزيتونة الرياضية بالشماخ 3-0 ويتأهل للدور القادم نعطيكم طبعا المواجهات القادمة المباريات في تلعب بين نهار الاثنين ونهار الثلاثة وإن شاء الله تطلع الديزينياسيون باش نفهم وقتاش المقابلات باش تصير بالضبط انه هو باش يصير نهار الاثنين وانه هو باش يصير نهار الثلاثة اذا ترجي الكريب مستقبل المارسا مستقبل الرجيس الاتحاد المنستيري اتحاد تطاوين نادي الصفاقسي النادي الرياضي بتكلسة النادي الافريقي النادي البنزرتي نادي حمام الانف الهلال الرياضي الشابي الترجي الجرجيسي اتحاد بنقردان الامل الرياضي بحفوز وطبعا الفائز من مباراة ماجد بن عباس وهلال مساكن اللي توقفت يستقبل
الترجي الرياضي التونسي. قبل ما نكملوا ونحكيوا شوية على المنتخب الوطني اللي فاز البارح على غينيا الاستوائية بأربع أهداف مقابل صفر، عصام الزناوي كان حاضرا في ملعب حمد العقبي برادس، فكان هذا التقرير. المنتخب الوطني يعود للرسميات من بوابة أولى جولات تصفيات كان 2023 في رادس. منتخبنا يستضيف غينيا الاستوائي وعينه على الانتصار وبفارق مريح من الأهداف يخليه في الصدارة منذ البداية، خاصة بعد فوز ليبيا على بوتسوانا 1-0 لحساب نفس المجموعة. قبل انطلاق المباراة، الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن فتح أبواب ملعب رادس مجانا أمام الجماهير لتشجيع النسور. معاك ربي والنبي. نسور كارتاج خذوا بزمام الأمور منذ البداية. الفترة الأولى سيطرت فيها العناصر الوطنية وكانت الأفضل من كل النواحي. الفرص كانت حاضرة والأهداف تضيع مع كل محاولة. شوية تسرع وحارس غينيا الاستوائية في الموعد في أكثر من عملية، عوامل خلت الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي مع سيطرة تونسية وغياب شبه كلي للمنافس هجومي. خلقنا 7 أو 6 اوكازيونات نت، ما فماش ريسيت اي، ما شفنا المنافس معناتها ما وصلش للكاج نتاعنا ميرتون الاولى. نتيجه الفتره الاولى زادت من الضغط على المجموعه والمطلوب كان التسجيل. ابناء جلال القادري واصلوا بنفس النفس الهجوم على امل افتتاح النتيجه. 10 دقائق على بدايه الفتره الثانيه، نعيم السليتي يهتدي للشباك ويفتتح عدد الاهداف. المنتخب كان مطالب بتأمين النتيجة، علي معلول وبو رمضان أولى تغييرات جلال القادر، علي العابدي يصبح ظهير أيمن بعد إصابة دراك، ثم سيف الدين الجزيري والمساكني يعزوا المجموعة قبل 15 دقيقة على النهائي. كوتشينغ ناجح، الثنائي الأخير كانوا حاسمين يسجلوا ويغيروا وجه المباراة. من كرة رأسي سيف الدين الجزيري يضيف الثاني، بعده المساكني يتكفل بتدعيم السكور، زوز أهداف في 5 دقائق. الحمد لله جزاميتو عرفنا كيفاش نمركيو، يعني الحظ كان معنا وزيد خذا ورقة حمراء معناها سهلت لنا أكثر الماتش. النتيجة تصبح رباعي وكان بالإمكان إضافة أهداف أخرى وأبرزها عبر الوافد الجديد الياس العاشوري اللي كان قريب من التسجيل في هالعملية. الحمد لله ça s'est bien passé. La première pour moi c'était important. Alhamdoulilah, je suis très heureux. En plus, on a la victoire au bout du compte 4-0. Je pouvais pas, pour une première, je pouvais pas rêver mieux. انتصار مستحق يخلي منتخبنا في صدارة المجموعة بعد جولة أولى من السيبي. الوجهة تتغير مباشرة بعد لقاء البارح نحو بوتسوان، ومواجهة ثانية منتظرة ضد أصحاب الأرض المنهزمين في الجولة الأولى. رحلة ماراثونية ومنافس مطالب بالتدير. عوامل تفرض على الإطار الفني التعامل الجيد مع كل هذه الظروف للخروج بنتيجة إيجابية أخرى تعبد الطريق في التصفية. برستاسيون باهية سيرتو في أول ماتش مع أدفيرسير كان ظهر مستوى طيب في الكوب دافريك الأخرانية. دخلة باهية في الكاليفيكاسيون كوب دافريك. إن شاء الله الفرص اللي ضيعناهم اليوم يعودونا في بوتسوانا ونكملوا الخدمة اللي بديناها اليوم. الحمد لله ربي وفقنا، مركينا 4 بوينت وكنا نجموا نربحوا أكثر. البليز ابورتون اللي عملنا ماتش كبير، ربح كبير وكان ثم ندمو كبير. العام تاع ريكوبيراسيون باش يكون مهم برشا، لازمنا برشا ريكوبيراسيون ونتصور يعني الحاضر يزازي كسوا الشيء يلعب يعني الحاضر يزازي، دونك بليز ابورتون تونس تكون الفوق. ماتش بوتسوانا باش يكون صعيب برشا علينا، ماك تعرف 12 ساعة فول وبعد نهارين. ان شاء الله يا ربي نعرفوا نجريوا السيتياسيون هذيا ونصور عندنا من الخبره اللي نجموا نتعداو دي سيتياسيون كيما هكا ان شاء الله. طبعا انتصار هام وثمين المنتخب الوطني التونسي. نحب قبل ما نحكيوا عن هذه المباراه نشكر كالعاده اكزيست، شكر كبير لإكزيست نوتر سبونسور لا مارك دي بريتا بورتي بوروم نيميرو 1 في تونس. أيضا نحب
يعني نتوجه بالتعازي لعائلة بولبيبة السعبي، سعفي اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي اللي توفى بعد حادث مرور أليم ربي يرحمه، أيضا فقدت الساحة الرياضية والعائلة التراجية اللاعب السابق لفريق باب سويقة أحمد الهمامي، وهو طبعا من أبرز اللاعبين اللي عرفتهم الكرة التونسية ربي يرحمه أيضا، ويسكن عائلته فردي ويسكن الجنة ويرزق عائلته فراديس، طبعا يرزق عائلته جميل الصبري والسلوان. يعني وقت اللي تحكي في موقف كما هكا وعندي برشا معناها قائمة بتاع رياضيين توفاو، تولي تعجز الكلمات معناها باش تخرج باش تعبر عن الألم بعد فقدان معناها وجوه رياضية ربي يرحمهم. دونك أيضا العائلة الرياضية وأستر جنباز تونسي فقدت اللاعب السابق والمدرب الوطني السابق للجنباز المغفور له عم الطاهر الكتاري. دونك بهذه المناسبة الأليمة أيضا نعزي عائلته وإن لله وإن إليه راجعون. نرجع للمباراة وسام وسيم، يعني المباراة كانت صعبة في الشوط الأول، لكن في الفترة الثانية ربما مع بعض التعديلات مع خاصة دخول يوسف المساكني وبعض التغييرات اللي صارت اهتدى المنتخب التونسي إلى طريق الشباك وحقق فوز هام رغم اللي كان صعب في بداية المباراة. خلينا نقول هو بالضبط نوافقك اللي الشوط الاول ما رغم الفرص العديده اللي خلقناها ما سجلناش، مباراه كانت نجم تصعب مقتعرف انت مع المنتخبات الافريقيه توتي بوسيبل. يعني صحيح اليوم ما نحكيش على الورقه الحمراء اللي من الدقيقه 70 تاع الفريق الغيني اللي من بعد ممكن سهلت اكثر مباراه، لكن انا نقول سكي امبورطون سي دخول معناتها علي معلول الجزيري والمساكني اللي عطاو التوش تكنيك تري امبورطونت اللي سهلت معناتها لو جو اوفنسيف تاع ليكيب ناسيونال وخلتنا نشوفوا معناتها الاربع اهداف هذوما. هنا مباراه البارح زاد ثم امتياز لسليتي اللي سجل هدف وعطى دو باس ديسيزيف، دونك معناتها ثم دي بوين بوزيتيف هنا. علي العابدي زاد عطى اضافه خاصه وانا تم استعماله كسوا ادروات ولا اغوش معناها قاعد ديما اون سوليسيون، دونك سي تري امبورطون. حتى لي دو بوت اللي ظهروا ضعف الفريق الغيني هما جاوا سير دو سونتر سير لو دوزيام بوتو، معناتها هذوما معناتها دي 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 معناتها دي زاتو ظهر لك اسكو ليكيب ادفيرس اسكو شنو هو. دونك فينالمون مالغري سا راهو الفو اميليوري نوتر جو، معناتها راهو ما حناش شكل البلان دو جو نتاعنا البوزيسيونمون نتاعنا ما حناش شكل ليكيب اللي اليوم تفجع، راهو باش نكونوا واضحين باش نكونوا رياليست. اليوم الفو ممكن انا جو بوز ان كيستيون ساعة فاس ان ادفيرسير دو كاليبر شنو الكومبورتمون اللي باش يكون عندنا. ممكن قبل وقت حضرنا داتر كوب دي موند اليوم نحكي سي فري سون دي ماتش دو كاليفيكاسيون دو لا كوب دافريك لو بلوز امبورطون دافوار لي 3 بوين، لكن اونتر اوتر قاعدين نحضروا في كاس العالم يفو افوار دي ادفيرسير دو كاليبر باش نشوفوا لو كومبورتمون نتاعنا لو سيستيم دو جو نتاعنا لو بلان دو جو نتاعنا باش نعرفوا نحضروا روحنا بور لو نيفو. انا بالنسبه لي il est temps de fixer un objectif اللي هو ما يكونش تيوريكمون باسي لو دوزيام تور. نجمو نتكلموا الناس الكل في لي ميكرو في الاذاعات ونقولوا هاي يزي ديون كل مره نترشحنا كاس العالم اوكي، لكن لي طون بور فيكسي شنو هو اللي ينقصنا ولا شنو هو اللي لازمنا نعملوا باش نتعداو للكوب دي موند. جو بونس كو في مباراه البارح انا حبيت نشوف زوز حوايج. الحاجه الاولى احنا استدعينا لارير غوش اللي يلعب في هولندا رامي كوعيب وحبيت يدخل مو بروندر ان بو طون دو جو خاصه وقت السكور وقت ولينا 2-3 والوليد العاشوري اللي ما شاء الله عليه قالوا لي رقم مازال ما حضرتش من جنب الشوط انا شفته في الكونفوكاسيون دونك حاجه اخرى، لكن جوستومون والثاني اللي هو داكور والثاني الوليد العاشوري حبيت نشوفه اكثر وقت خاطر لي دو ولا تروا بال اللي مسهم كان ينجم يمركي حتى كوره منهم، كان تحس اللي ثم دي زانديس تحسو بيرفكت ثم حاجه كلك شوز كي بو ايدي ليكيب ناسيونال جو بونس في لافينير. دونك جو بونس كو سي ان ثم دي جوار كي سون كونفيرمي اليوم اكدت بلاصتهم. جو بونس كو جلال وستاف نتاعو قدامهم معناتها لوكازيون باش فريمون بيان بيان بوفيني وتحضير كاس العالم. صيف طبعا بدايه قويه للمنتخب الوطني التونسي رغم الصعوبات اللي لقاها كما قلت في الشوط الاول ماناش في التوب، لكن تنجمش تكون البدايه دي مؤشر واعد انه المنتخب ينجم يقدم ينجم يطور مردوده وينجم يعمل لا كونفيرماسيون هلا حد. او نيفو دي ريزلتا بدايه قويه 4-0 بدايه مهمه، لكن المنتخب اللي لعب ضده المنتخب التونسي الحقيقه كان منتخب ضعيف جدا، منتخب
هو اللي صعب على روحه، مش صعب لكن خلى شوية قلق لأنه كان ينجم يقتل المقابلة من الشوط الأول. ممكن فما كان فما تسرع، ما كانتش فما كل فولونتي الكبيرة وكل كما كنت نحكي الأجريسيفيتي قدام الكاش. بعد ديما تقع هذاك التوش تكنيك الحقيقة، يوسف المساكني ملاعبي معناها من طراز عالي، بالرمضان كيف كيف، العيدوني الحقيقة فريمون يعطي صحة مالغري السيزون الكبيرة مع الفريق نتاعو، وعدى مقابلات يعني النومبر اللي عملوا مع الفريق نتاعو نومبر كبير، لعب بطولة افريقيا لكن كان بلوز او موان تم ستابل في المقابلة هذه. دراجر ما كانش في الفورم، اسكو لانه التتالي مقابلات مع فريقه مع اف سي لوزيرن وزيد لعب مقابله نتاع الباراج لتفادي النزول. نعيم السليتي كاليتي كبيره برشا الحقيقه، سيف الجزيري اللي كيسجل يعطي اكثر كونفيونس اللي هو لانه قاعد يخدم يعمل في برشا خدمه للملاعبين في وسط الميدان، يحاول يخلق الاسباس، يحاول يكون رزين على الدفاعات. علي معلول بعد النهائي اللي خسروا مع فريق الاهلي المصري، وعنده الحق المدرب كيحاول باش يجاريه في المقابله هذه، ما لعبش من اول مقابله ومن بعد دخلوا كور دي جو. المنتخب التونسي المقابله بالنسبه لي هذه نجم تكون يعني تحضير المقابلات الجايين، نحاولوا كما قال وسيم نحاولوا نشاركوا اكثر الملاعبيه اللي نلقاو فيهم الكاليتي اللي نجم نستحقهم في المستقبل. الحقيقه بالنسبه لي نقطه استفهام ملاعبي نستناو منه برشا برشا اللي هو حنبال المجبري، لعب مع فريق متواضع الحقيقه وماناش نشكوا في امكانياته، نورمالمون يعمل حاجات خير في المقابله دوميسيل، ما فيهاش معناها ما فيهاش بريسيون كبيره برشا. شفنا دخول يوسف المساكني معناها لعب ب 40% من المويه نتاعو، شفنا شنو كان النجم يعمل. ان شاء الله هو يخمم على مستقبله، ما يقعدش في الفريق نتاعو، يحاول يلوج على طون دو جو، لكن فما بوادر باهيه وما نتغروش بالريزلتا. عندنا برشا نقايص نخدموا عليهم لانه الفريق اللي لعبنا له ما ظهرناش للديفو نتاعنا، وان شاء الله نصلحوا في القادم المقابلات. واضح هذا ما نتمناوه، ان شاء الله تتصلح الامور وخاصه نتجاوزوا بعض النقاط السلبيه في اداء المنتخب في علاقه بمشاركته في تصفيات كاس امم افريقيا اللي باش تحتضنها الكوت ديفوار في الصائفه القادمه. وجدي اكيد برشا كلام يتقال على المباراه، لكن كبدايه اجمالا كيفاش تقيم اداء المنتخب التونسي؟ بصراحة بداية موافقة، يعني ما نجموش نطلبوا أكثر من المنتخب في أول ماتش لها، فهمتني؟ صحيح تو ثم اللي يقول منتخب ضعيف ولا منتخب متوسط، لكن في بعض الأحيان المنتخبات هذه المتوسطة هي اللي كانت تعمل لنا قبل المشاكل، بل ديما تعمل لنا مشاكل. دونك أربع غيابات راهو اللي لعبوا في كأس أفريقيا، عندهم أربع غيابات. إي حتى احنا الشوط الأول لعبنا تقريبا بخمسة وستة ملاعبية معناها تيتولير ماهمش موجودين. دونك باهي حتى تلعب مع فريق انت اقوى منه ويزمك تسجل وتسجل اربع اهداف، حاجه باهيه برشا. الشوط الثاني وقت اللي دخل مساكني، ومش مساكني برك، دخل الجزيري وعلي معلول وبالرمضان ولات فلويد اكثر وبلو رابيد اللعبه، ومشات اكثر وقربنا اكثر الكاج، فهمني؟ وزيد الافيكاسيتي نتاع الجزيري كيف دخل من الدقيقه الاولى يسجل، حاجه باهيه برشا وطمن. نعيم السليتي نحكيو على الكاليتي سونتراج كيما بونتو الكاليتي سونتراج تاع السليتي، شوف لي بالاريتي في لي كورنير ولي كوفرون، السونتراج والكاليتي نتاع التيم نتاع السونتراج ديما هي 50% من البونتو. كيفاش الجزيري شق وكنت مزيانه برشا. مونسيون سبيسيال بصراحه نعيم السليتي اللي عمل ماتش كبير المره هذه، وحاجه باهيه يعني بالرغم اللي يلعب في الدوري السعودي لكن قاعد يقدم في مردود ممتاز جدا، وهذا ما ينقصش بالطبيعه من قيمه الدوري السعودي لانه تحسن وتطور. انا حاجه برك خاف منها في ماتش بوتسوانا، خوف الكبير من الارهاق، لانه عاد بوتسوانا سفره طويله برشا 12 ساعه تقريبا، بوتسوانا تحت لافريك دي سود، فوق بليتو لافريك دي سود، الشق والافريك الكل فهمني متعبه برشا. ان شاء الله معناها الجار هنا دور الاطار الطبي والاطار الفني من الناحيه البدنيه، ان شاء الله الجار هذا لافاتيك وكل شيء، وان شاء الله نقدموا ماتش باهي وان شاء الله ننتصروا في بوتسوانا علاش لا. يلا انيس، شنو البوادر اللي لقيتها في المنتخب التونسي مقارنه باخر مباراه خدناها
طبعا من اجل التاهل لكاس العالم، فماش بوادر ايجابيه، فماش بعض اللاعبين اللي رجع نسبيا مستواهم، ولا فما نقاط سلبيه نجموا نتوقفوا عليها؟ لا فما ايجابيات، ثم برشا ايجابيات عادل، هو انك توصل للكاش تعمل برشا فرص الكاليتي، ثم فكر هجومي نتاع مدرب اكيد، لانيماسيون اوفونزيف بالنسبه لينا نشوف انه جلال القادري نجح فيها. ممكن نمشي في نقطه مع سيف على حنبال ملاعب هذا، بون انا تكنيكمون نقيمه انه عنده دي كاليتي، ملاعب ينجم ينجح معنا الون تيرم معناتها في المستقبل نستحفظ عليه. عندي نصيحة ليه بتيتر، حتى كي تحل الدباع على المنتخب حب أقول له حاجة، راهو في معناتها التنرفيز واللي ديتاي اللي في الماتش معناتها يذكرني بغيلان شعليني في 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 مومون عادل وقت اللي كان يتلهب بالزيكسترا، يعني كان مضيع لعبه منابي، كان عنده برشا مشاكل، منابي عنده برشا كاليتي لازم يوظفهم في التيران، تحس اللي عنده توج دو بال، حسيته سور لو بلو مونتال زاد فراجيل. بون نصيحه ليه اللي نحن زاد كيف كيف كتوانسه باش نجموا نستغلوا الملاعب هذا وينجم يكون مستقبل، خاطر عنده لي كاليتي باش ينجم يكون نجم من نجوم المنتخب ويصنع تاريخه زاد هو بيدو، وعنده الحق باش يصنع التاريخ بتاعه، لكن لازم يتجنب التنرفيز ساعات في مباراه كبيره وقمه كبيره، كاليفيكاسيون كوب دي موند، مباراه كوب دافريك تاع دومي فينال، يقول لك ورقه حمراء ينجم يخسر المنتخب، الور لازم يحط سقيف القاعه ولازم ينحي التنرفيز. الايجابيات الاخرين عادل نجم نقول انه نعيم سليتي اللي حكي عليه سي وجدي، نحب نقول له راهو نعيم سيتي موش تاع اليوم، ممكن الملاعب الوحيد اللي استابل بوندون ثلاثة ولا أربع سنين عادل أتولي بلان، ملاعب منظم، ملاعب منضبط، ملاعب ديسبليني، ملاعب ما شاء الله عليه، معناتها ديما تلقاه في الماتش ويا تاميكو في الماتش اوفيسيال، يعني من احسن اللي زاتولي عندنا سور لو بلون اوفونسيف. نقول انه طالبي زاد قدم مباراه كبيره، لكن النقطه السوداء بالنسبه لي انا والنقطه هي اللي يلزمنا نصلحها، انك اليوم في منتخب ما عندكش دوبلور نتاع لي دروا، اليوم منتخب كيما تونس علاش اخي ما عندناش نوات، ما عندناش ملاعبيه، ما عندناش ري دروا، يعني يغيب عليك دراجر ما تلقاش ان دوبلور، لازم نلقاو حل اليوم في حراسه المرمى زاد كيف كيف. بشير بن سعيد سي فري ماهوش المستوى نتاع المهاجمين اللي نجم يقلقوك، لكن انا مانيش ساتيسفي. اه لا مانيش بون، عندي ثقه فيه وانا ديجا دفعت عليه ديجا، قلت ما نجموش نكملوا يعني نبدلوا حارس ما غلطش، لكن ديما ثم لي ديتاي اللي تاكد انه بالنسبه لي انا حراسه المرمى عليها شغل كبير في الاطار الفني، شغل كبير وكبير برشا على المستوى الدفاعي، راي نص ثم ستابيليتي الغندري الحق عادل المستوى نتاعو كقلب دفاع في المنتخب والله يوزن مليح، يعني راي انه عمل ديو مع طالبي العيفه كي يرجع زاد انا تو يقعد بالعربي لازم يعمل بيرفورمانس اكثر، خاطر بالعربي اليوم عنده لي كاليتي لكن لازم يعطيك اكثر بارابور البطوله العربيه ورجوعه، لازم يكون بيرفورمون على اصحابه الكل. يقعد الجزيري بالنسبه لنا البيتور الخنيسي تيل ما نعرفش 65 70 دقيقه باللي كورس نتاعو باللي تحب، من بعد جزيري في 5-6 دقائق عمل ديفيرينسا شق التراجيكتوار نتاع سونتراج ممتازه برشا من نعيم سليتي. نقولوا ان المنتخب في السكه الباهيه، العيدوني يقال لويمام اتو لي بلون في ريكوبيراسيون في رولونس بالكوره، ملاعب يعرف شو يعمل، ملاعب يربح لي ديوال نتاعو واثق من نفسه، ان شاء الله العيدوني زاد تونس في الكوره ويغير الفريق نتاعو لانه يستحق ما خير، يستحق بيرفورمانس ما خير. لان نقول انه مع عوده الخزري مع عوده برون اللي بالنسبه لي انا لازم احط سقيف القاعه خاطر عنصر مهم لكن لازم يرد باله، مع عوده الخزري والصخيري راي انه المنتخب قادرين، ما نقولش اننا نمشيو دوزيام تور، قادرين نعملوا بريستاسيون باهيه في المونديال اذا نتلموا ونخدموا على الروح نتاع ليكيب، خاطر عادل ما عندناش دي ستار، عندنا ايكيب باهيه تعرف تعيش مع بعضها، ان شاء الله نستحفظوا على الجو هذا. هذا ما نتمناه عادل. عندك لقطه في المباراه هذه؟ طيب ثم هدف لالغاء الحكم. الحكم فريمون برافو، معناها الحضور الذهني نتاع الحكم، انه الكره تعرف في القانون في الماده 13 ان الكره تصبح في اللعب في حال ركلها وتحركها بوضوح، لكن اللاعب حط ساقه على الكره وتعدى واللاعب الثاني لعب الكره ولا جوي دو فوا لو بالون ولات مخالفه غير مباشره ضدنا، وذاك علاش تم لا من غير ورقه صفراء، وذاك عليه تاخير، وذاك علاش تم الغاء الهدف. على كل حال عنده حضور ذهني بالحق باسيفيك من الحكام. يعطيك الصحه عادل زهمول، نهار الاحد ان شاء الله تونس تتبارى مع بوتسوانا وان شاء الله فوز جديد للمنتخب الوطني التونسي. سيف غزال مشكور جدا على الحضور، الشكر ايضا لوسيم علا، يعطيك الصحه نورتنا وسيم.
ايضا انيس الدار، انت مرحبا بك في كل وقت. وجدي يعطيك الصحه عادل، مشكور جدا. الشكر موصول لكل الفريق اللي عمل معنا اليوم، وخاصه لاحلى مشاهدين. نلتقي باذن الله تعالى الاثنين القادم، الى اللقاء وبقيه سهره ممتعه الان مع علاء الشبي.